ومع ذلك فهناك صفة يتشاركها الجميع، وهي المهارات القوية للنجاة والبقاء على قيد الحياة. تعيش الشمبانزي علاقات معقدة لتكوين القطيع، حيث أن القليل من الذكور يقود مجموعة من الإناث والصغار. ورجعنا لكم مع سالم، ونشوف اليوم وين بيكون التحدي، وهل سالم بيكون قدها ولا لا. بس ليش سالم قاعد يشوف برنامج القرود يا ترى؟ يا أخي أبغى قرد. قرد؟ جاتي فكرة، مالي لحديقة الحيوانات. وش ناوي تسوي يا سالم؟ حديقة العين للحيوانات. ألو؟ ألو، السلام عليكم. هلا أخوي، إيش حالك؟ أنت بخير؟ أخوي بستحيل منكم قرد. هي قرد أصلي مو لعبة، ما يعني قرد. أيكم الحين؟ يلا يلا الحين بيك، الحين بيك. بوم 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 بوم. لازم اتمكن واصير مدرس عشان اعلم واكون متمرس، يمكن اغير اصير دكتورة. انا قدها في نفس الوقت صبور. بعلى صوت نحن قدها، يلا بعلى صوت بعلى صوت قدها قدها ونص. انا ميكانيكي يلا قم ما توز، قبطان في البحر انا بوز، شيف بطبخ احلى اللكات. انا قدها بالعزم راح افوز. بعلى صوت نحن قدها، يلا بعلى صوت بعلى صوت قدها قدها ونص. يلا كلكم معايا الحين، نحنا قدها وكلنا واقفين عشان نوصل لنباه وفي حياتنا نكون ناجحين. Never give up, always do what you want. يدا بيد we can reach المكان. يلا كلكم معايا الحين، قدها قدها ونص. وصلنا لحديقة الحيوانات، بس تتوقعون سالم بياخذ القرد؟ واخيرا وصلت حديقة الحيوانات. اقلكم لا تسيرون بعيد، بجيب القرد وبرجع لكم. الحين وصلنا عند الغزلان، شوفوا ناكلهم. شو هناك؟ في واحد، اثنين. السلام عليك. هي عليك. انت سالم؟ هي انا سالم. انت اللي متصل علينا تبى القرد؟ تعطيني اياه. اجتمعنا واتفقنا اننا خلاص نعطيك القرد، بس بشرط. كل الشروط عادي، يلا عطني اياهم كله عادي. انك تدخل عندنا اليوم عندنا الحيوانات وتشتغل معانا، شو رايك؟ بس لعبتي انا حيوانات. عطني قدها. قدها اكيد. هذا الوشاح البسه وتعال. البسه ايه وتعال يلا. والله شكله مشوار طويل يا سالم. متاكد بتسوي هذا كله عشان قرد؟ اكيد بسويها كله عشان قرد، انا اصلا جاي عشان القرد. انا قدها. طبعاً أهم شيء عند سالم كشخته. سالم أخوي عبدالله، مستعد للتجربة اللي بتخوضها؟ مستعد. بس قبل التجربة عندك ثلاث معلومات لازم تعرفها. عطني إياهم. أول معلومة، لازم تخلي مسافة أمان بينك وبين الحيوانات. ثاني معلومة، لازم ما تطعم الحيوانات إلا المسموح بها. ثاني معلومة، لازم ما أعطي الحيوانات أي أكل. ثالث معلومة، لا تلمس أي حيوان إلا المسموح به. ثالث معلومة، ما نمسك أي حيوان إلا المسموح به. مستعد؟ مستعد. بس سؤال واحد، عادي استخدم تلفوني؟ مسموح، بس ما يلهيك عن شغلك وعن الزوار. اوكي كذي زين. يلا انا جاهز. سالم اخوي عبدالله، اليوم بتكون عادل المرشد السياحي عندنا. اول شيء بنسويه اطعام الزرافه، ثاني شيء بنسويه السفاري، ثالث شيء بنسويه اطعام الطيور،
رابع شيء بنسويه الليمور ووك او ممشى الليمور. كل هذا بتسويه وتنجح فيه نعطيك القلب. شو رايك؟ لعبتين الحيوانات بصري عاشوا كل الناس الموجودين هنا. انا ما بمسك الافعى، ما بمسك الافعى والله العظيم ما امسك الافعى. اي حيوان، اي حيوان يعني اي حيوان الا الافعى. زين متحمس؟ اخ والله من كذا حماس بنبط. بس ها لازم تسوي كل شيء بالطريقه الصحيحه، واهم شيء عندنا تعاملك مع الزوار. انا لعبتي التعامل مع الناس يعني تعرف. خلاص بنشوف. سالم. نعم. نحن الحين منطقة عام الزرافة. أنا بخليك المرشد السياحي هنا. لازم تتأكد من مساحة الأمان بين الزوار والحيوانات. لازم ما تخليهم يطعمون الحيوانات أي أكل غير مسموح به. ثاني شيء يطلعون من هني مستانسين. أكيد أكيد. أنا بوس، أنا بونسهم. خلاص. أعتمد عليك. أعتمد عليك. أنا بروح عنك. صدق؟ إيه. أوكي. أنت تتحمل المسؤولية هني. إن شاء الله. خلاص. وهذا أكل الزرافة. أنا بأكلها. عادين أكله ولا لازم أوزعه على الناس؟ لازم توزعه على الناس. سمحت، مساحة ورا ما يصير وايد تقرب منها. شوي شوي مساحة، لازم تكون ورا الخط. أزعجني بالله سمحت يا أمي. شوي شوي. أفا يا سالم، تعامل الضيوف بذا الطريقة؟ لازم تخلي الضيوف مرتاحين مو تنفرهم. ما يصير تكون هني بتاكلك بعدين. انت ما تفهموا؟ رجعوا ورا شوي، تسوي لي مشاكل. باقي كف. قلت لك ارجع ورا الخط، ما يصير تروح هناك. يعني واذا كلتك، واذا كلتك شو اسوي انا؟ ارجع ورا اللاين اسمح. بسألك الزرافة كيف ترقد؟ أول شيء يا سالم، وش اسم صغير الزرافة؟ زفران. لا زرافة صغيرة. لا يا سالم، اسمه الخليف وهو صغير الزرافة، وينام وهو متربع على رجوله. أما الزرافة تنام وهي واقفة على رجولها وتسند رقبتها وراسها على ظهرها. يعني شي؟ تقريبا صح. وتنام 30 دقيقة بس متقطعة. بس ليش؟ لأنها تخاف من الحيوانات المفترسة. طلع يخاف الطويل. لو سمحت رجع ورا اللاين، ما يصير تروح قدام اللاين تنطح. هاي يا الله كم مرة قلت لك رجع ورا اللاين؟ إذا كلتك يعني شو أسوي أنا؟ زين لا تعصب، لا تعصب. كيف ما أعصب إذا أنت شي قربت منها وايد؟ لا سالم. نعم. لازم ما تعلي صوتك على الزوار. وايد قرب من اللاين إذا كلتك. حتى لو لازم ما تعلي صوتك على الزوار. هاي انت مو قلت لي تنطح؟ تنطح بس لا تعلي صوتك على الزوار، لازم تكون مرشد سياحي. لا يا سالم انت ما تنفع هني، تعال معي بوديك مكان ثاني. اول المشوار، خل نرجع لكم بعد البريك ونشوف اذا سالم بياخذ القرد اليوم ولا لا. الحين يا سالم نحن مركز تدريب الطيور، بتنسق وياهم عرض الطيور كامل. بس طيور؟ بس طيور. عطني الطيور. يلا عطني اياهم. يلا بنشوف. تعال تم معي تمسك ايدي وكل شيء. اوكي تعال بس خلاص امسك هذا. ما يسوي شوا بس كذي اقرب شيء بقرب. ليش ما انت تجربوا؟ اوكي جربوا بعدين بجرب. عشان لو مت تموت معي. ما تموت هذا ما يموت ما عليك.
اوكي؟ اوكي بس يعني بتعطيني اسكر هنا عينه. بسكر عينه، الحين بسكر عينه، ما عليك. بس انا راويك انه عادي حتى لو صخت برقعه عادي ما في شيء يعني. خلي يسوي الهواء. اوكي تعال. لا ويت سوي. بيعتبر شكل بطن. ما في شيء بس. تعال قريب. قريب 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 هنا هنا. انت تم معي تمسك ايدي وكل شيء. اوكي تعال. بس خلاص. امسك كذا مضبوط. بس. شوي قريب. لا ما بقربه. والله قريب. ما قربه. تعال. شله مني. تعال. يابا. شله والله بفتك الكفاية. اصبر انت ثبت ايدك هو ما بيتحرك انت يوم تحرك ايدك هو يتحرك وياك افا يا سالم افا يا سالم هذا وانت تقول الطيور لعبتي بس طيور عطني الطيور يلا عطني اياهم بما اني ما اعرف كيف اتعامل مع الطيور وخفت شوي منهم ما خلونا نطلع عند العرض فخلونا ننظف الريش سالم نحن برا في العرض من تخلص من هاي الغرفه اطلع الغرفه اللي بعدها كلهم كل الغرف هي اوكي سالم نحن الحين في منطقة السفاري ومن أجمل التجارب عندنا في الحديقة اليوم أنت بتكون المنسق هني أهم شيء عندي هني التنسيق والتنظيم لا تدخل حد على حد يكون الترتيب موجود زين يا سالم؟ زين بس أشخط وأدخل الناس أوكي. بس زين يلا يا سالم عاد هذه سهلة ما يهمك علي السلام عليكم شو اسمك؟ مريم هي هذا اسمك تفضلي إذا تخافي من الحيوانات عادي ما يسوي شيء تفضلي next شو اسمك؟ نور هي هذا اسمك تفضلي ثاني شيء لا تخافي من الحيوانات ما يسوي شيء عادي next السلام عليكم سام شو اسمك؟ أحمد حسن أحمد اسمك مو موجود صدق يا ابن الحلال؟ هاي مو موجود ضبطنا لو سمحت صغاري يبون يستانسون إذا شوف بقول لك حسن في واحد اسمه محمد أحمد بيدخل بعد 5 دقائق ادخل بداله وقول له إن أنت محمد أحمد زين تمام أوكي؟ تمام تخبر حد أوكي ولا يهمك مشكور بارك الله لا يا سالم تخبص الدنيا بعدين يعصبون عليك next السلام عليكم السلام شو اسمك محمد احمد انت محمد احمد هنا انت الساعه كم حاجز الساعه 10 تشوف تقدر تروح تاكل زرافات احلى عن سفاري يعني تعرف انا حاجز الساعه 10 لازم ادخل الحين هي بس يعني تقدر تلف وترجع بعدين يعني عقب عندي شغل ابي ادخل الحين لان اشوف يعني اسمك موجود بس انه تقدر تروح احسن انا حاجز هالوقت لازم الوقت اوكي خلاص الحديقه كبيره والحيوانات وايد تفضل انا شو سويت حصل خير يا اخوي ان شاء الله نعوضك بهالجوله وتفضل استانس تفضل سالم وينك يا سالم كل شوكي كيف مدخل الناس عن الناس عادي يعني هو الحديقه كبيره وكان جاي من بعيد عشان اقول لهم لا انا اعطيتك عشان تنظم وتنسق وين التنظيم والتنسيق بس يعني هو كان جاي مع اولاده جاي من مكان بعيد ويعني ما اقدر اقول له لا والحديقه كبيره عادي هذا غلط يا سالم هذا غلط هدي عادي لا مش عادي احنا اهم شيء عندنا التنظيم والتنسيق
التنظيم والتنسيق في الحديقة مهم جدا، لأن كثير من الناس من مختلف الجنسيات والأعمار يحبون يروحون حديقة الحيوان وبأعداد كبيرة، فالتنظيم يساعد إنه يخلي التجربة ممتعة ومريحة لجميع الزوار والموظفين بعد. لا أنت فهمت غلط، أنا دخلت عشان استانس. خليت المدير يعصب علي، يعني أنا دخلتك عادي. مام هاي سفاري، وإذا عندك أي سؤال سألني. إن شاء الله. شو فيها السفاري من حيوانات؟ فيها الأسود، بس في مساحة يعني بينهم، في الزرافة، في النعامة، في الغزال، وايد حيوانات. الحين بتشوف تقدر تطلع راسك من إذا تبغى. شوف الحين في بواقي هي على حيوانات ما تطلع من داخل، بس هذي عمام ما بيسوي شيء. متأكد من الفوز زيادة؟ بالعافية. شو هناك في الغزال يسمونه أبو عدس اللي هناك. وقف طلع راسك كذا تبعي. لا لا عادي عادي الأمور طيبة. شوف كلها من صنع يعني الإنسان. يعني اسألني عادي، أنا عارف كل شيء. شو هناك في زرافة نقربنا منها. شوف هاي أكبر زرافة عندنا اسمها جامبو. كل الحيوانات اللي هني يعني متعودين على الناس، ويعني هاي وايد أليفة. يخافون من سيارات؟ لا ما يخافون من سيارات، لأنهم يعرفون إن أنت يوم جاي بتعطيهم أكل. نفسية الحيوانات وشخصياتهم وكيف يحسون لازم المرشد يدرس هالشيء، لأن بهالطريقة يقدر المرشد ملاحظة أي تغيير يصير للحيوان. فإذا مرض مثلا هو بيكون أول من يعلم ويخبر البيطري عن حالته بشكل أوضح وأسرع. Interesting. شوف الحين من أكلها الجزر. هي تخاف، ما إحنا اللي نخاف. أنا لازم أصور هالشيء. شو عندي فكرة، الجزر يعتبر سناك عندها، فهي ما يعني ما بتشبع. شو رأيك نأكلها؟ شيبس. لا ما يستوي هالشيء، عادي يضر الحيوان نفسه. الحيوانات عندها دايت أو نظام غذائي معين، ما يستوي نعطيها أي شيء نحن ناكله. شوف أنا كنت أعرف، بس كنت أختبرك. أنا عارف الجزر. أنا كنت أختبرك. هاي والله لسانها حلو، مو نفس الثانية. وإيه؟ لحستني. شو اسم الزيبرا بالعربي؟ شوف هناك في حمار وحشي. مستانس؟ هلا. خلاص أول ما نرجع ندحني. إن شاء الله، والله طيب. شوف هالصغيرون، هاتوا مولود عندنا قبل أسبوع. صوروا صوروا. والحين خلصت جولتنا، وإن شاء الله استانس معايا. وأسف على المشكلة اللي سويت لك إياها. لا عاد بالحب. محمد عسى أنك استانس بالجولة، عوضناك عليها. الله يطول بعمرك. حياك، نورت نورت. سالم بيض الوي. نعم بيض الوي. متأكد؟ أمورك طيب، ما قصرت يا محمد. حياك. سالم الحين بعد السفاري والمشاكل اللي صارت هناك والأشياء اللي سويتها هناك، مالك غير بيت الطيور. مالك عادي الطيور. لعبتك شفناها، لعبتك ترى. بس خل داخل خلنا نشوف. بخليك هنا وبسير عنك. أوكي عادي، خليك أنا. يلا ادخلوا. يلا جهدوا أبا. يلا شوفوا هناك أبا. تتحدوني أمسكهم؟ تتحدوني أمسكها؟ خلاص أمسك. يلا وي وي شوف بسكر عيني بيو أربع.
اوه اوكي شوف اوكي شوف فيك اوه خرعني بس 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 كمان 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 ايوه اوه اوه عندي لك سؤال صعب يا سالم، تعرف كم جفن عند الطير؟ خلنا نشوف، هو عنده واحد اثنين، هو عنده عينين يعني جفنين نفسنا. لا، الطيور يا سالم عندها ثلاثة جفون. ثلاثة جفون؟ ليش؟ اثنين مثلنا والثالث شفاف، تستخدمه عند الطيران عشان تحمي عينها من الهواء والأشياء المطايرة معه مثل الغبار. حلو والله. ما بمسك والله ما بمسك ما ب. والله ما امسك ما في شيء يمين اوكي والله والله زين ما بمسك السنيك ما في سنيك تعال والله ما صور لو شفتها والله قلت والله خلاص والله والله ما استوعب حق تصوير مو حق تصوير والله ما اشوفها ما ابى ما ابى والله احس عند حد خلاص انت خلاص دخلوا دخلوا خلي دخلها خلاص عبد الله الله يخليك دخله خاصة يتاتش خاصة يتاتش السلام عليكم وعليكم السلام ماي كيف الحال؟ والله شو أخبارك؟ شو صحتك؟ الحمد لله اليوم جايب لك مرشد سياحي جديد عندنا مرحبا يا اسمه سالم سالم والنعم مرحبا سالم سالم يبغى قرد من عندنا ونبي نشوفه وياك هل أنه يصلح يدخل عند الليمور أو لا؟ أيوه تمام حاضرين بندخل وبنشوف إذا أنت حبيت يعني التعامل مع الليمورز ولا لا اوكي قدر انا استاذن عاد تمام حيا قبل ما ندخل هني بس اقم ريولك شوف سالم ما يسوون شيء هنا عرفات كل شيء اكلهم موجود وهذا اللي يبنى ما يبنى لا يبني انا ولا انت يبني الاكل بس انا اذا ما دخلت هم بيونك ما ابغى ما ابغى والله بطلع افتح والله ما ابغى يلا افتح ما ابغى خلاص افتح اوبن الدور اي دونت الحين انت خايف منهم تدخل عندهم صح كيف تبى تربي واحد عندك في البيت وخايف انت تشوف من هذي تخلق ألف واحد داخل ها؟ ألف واحد حتى لو واحد مثل الألف هذين هذين مهما كانت ترين حيوانات برية لهن اهتمامهن الخاص لازم توفر لهم مكان خاص فيهم تشوف المعرض كيف كبره تشوف الأحبال والشير لأن كل حيوان يوم نصمم للمعرض نحن نصممه باحتياجات الحيوان نفسه انت الحين الحيوان هذا لو حطنا في قفص مثلا قد هالمكان هذا الحيوان ما راح يعيش حياه صحيه يبالك تقضي وقت معاهم يبالك توفر لهم مكان يناسبهم مثلا اذا كان قرد اكيد مكان عالي في اشجار في احبال ممكن يتسلقها يبالك تحط لهم النظام غذائي خاص فيهم فالحين خبرني كيف تبي تقتني واحد تخليه ياكل ما بخص ما بخص ها؟ ما بخص قناعت خلاص؟ ايه مع انهم كيوت لانه هو اللي تشوفونه في الانستغرام وهذا عند هالناس بس الواجهة تشوفون شيء مرتب بحيث ان الناس تطالعة او تقول هذا حلو باخذه ابا واحد بس اخليه وياي هذا غلط لانه في اشياء وايد مثل ما يقولون وراء الكواليس نحن انتم ما تعرفونها قرد اهتمام خاص له غير عن القطاع حتى القطاع انت تشوف اللي في البيوت لنا اهتمام خاص أنا عندي قطوة عندك قطوة تهتم فيها اهتمام خاص ولا لا هي عندها بيت كبير بيت كبير واكل خاص فيها وكل شيء خاص فيها صح هذا 10 اضعاف سالم
لازم تعرف إن لكل حيوان تعامل معين، ولازم نسأل المختصين عن طريقة معاملته وش نوع أكله وكيف شخصيته. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن حالة الحيوان الصحية والنفسية مرتبطة بطريقة التعامل معه. إذا تشيه لازم أعاملهم عدل. أوكي سهل. سالم. نعم. هذه آخر مرحلة عندنا في الحديقة. بعد اللي صار اليوم في من مدحك وفي من اشتكى منك، عاد الحين بنوديك قسم المهل الملكي، نباك تشل شخصية مهمة وتوديها جولة عندنا في الحديقة. شوف إذا هي عن الجولة عادي، بس إذا عن القرد أنا صراحة ما في ضغطة. عاد هالشي بيكون راجع لك أنت، أنت اللي بتحدد هالشي. تمام يا سالم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال يا اخوي؟ شو صحتك؟ خير صحتك. حياك الله. الله يحييك. عاد انت ماخذ معانا خدمه المها؟ اي نعم طبعا. وهذه من افضل الخدمات عندنا في الحديقه، وبيكون مرشدك السياحي عندنا سالم. مرحبا يا سالم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله بتروحون الرحله هذه وبتكون شامله الحديقه كامله. يلا يا سالم. ايه يلا تفضل معي تفضل. يلا. تفضل تفضل. الحين يا هذه يا أخوي السيارة الخاصة للخدمة، وإن شاء الله سالم ما بيقصر وياك وبيأخذك الجولة كاملة في الحديقة. تفضل يا أخوي. أفا عليك. يلا سالم بيض ويه إن شاء الله. أهلا بك أخوي في حديقة العين، إذا عندك أي سؤال سألني. بس عندي استفسار أخوي، الجولة هاي رحلتنا كم بتكون مدتها؟ ساعة نص بس، إنه يعني عادي بنخلص بسرعة. يتحدي إن شاء الله. من وين بنبدأ؟ بنبدأ عند ال أنت تبغى تبدأ عند منو؟ عند الخيول؟ شو أحلى مكان عندك؟ عند الزرافة. يلا روح الزرافة. يعني لو أمشي كم تقريبا باخذ لي كم ساعة؟ سالم. نعم. عندكم فلامينغو هني؟ بس أنا عندي سؤال، ليش عندكم فيه فلامينغو وردي وفي أبيض؟ شو الفرق يعني؟ سمعت أن عندكم النمر الأبيض. سالم. يا سالم. نعم نعم. رايحين الحين. أخوي وايد وايد أسألتك، شو رأيك تنزلني وتكمل جولتك وأنا بنرجع نشوفك؟ اوكي ما عندي مشكله، بس وين اروح، على اليمين ولا على اليسار؟ اللي رايحك عادي، كلام كلام طريق عادي. خلاص تمام. ودي اسال. رجعني رجعني عند البابا. شو ابن هذا الوقت؟ سالم سالم. وين الزهر يا سالم؟ اي زهر؟ الزهر اللي كان عندك نزلته وايد يا سالم، والله زعجني. هذا وظيف عندنا في اي بي. انزل يا سالم، انزل انزل انزل. هذا وانا معتمد عليك؟ سر خلنا نشوف الزهر وين. ايش السالفه؟ ليش عصب؟ ايش سويت انا؟ ايش هالحديقه كلها مسؤوليه؟ حتى القرد ما باه، وين المخرج؟ اهم شيء في شخصيه المرشد حب الحيوانات والصبر عليهم، ويكون عنده دورات في طريقة التعامل معهم وفهم شخصياتهم عن قرب. يعني مو بأي واحد يقدر يكون مرشد بدون هالأشياء. ويه طلعت شغلانة، أنا حسبت باج وثياب وخلاص صرت مرشد. طلعها كلها. وأخيرا وصلنا المخرج. سالم بتصير ولا بتسلم علينا يا سالم؟ لا لا كنت 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 بسلم عليكم. شو رأيك بالتجربة اللي جربتها؟ صراحة وايد وايد استنست وتعلمت يعني الصعوبة اللي يوم حد يشتغل بالحديقة. شوف وظيفة المرشد السياحي في حديقة الحيوانات مو بسهلة، يبالها دورات كثيرة ولازم الواحد يتعلمها صح. أكيد. بعدك تبى القرد؟ الصراحة القطوة اللي عندي يعني بس كفي. لا بنعطيك هالقرد هدية، أباك تعتني فيه. شكراً. أوكي هذا أقدر أعتني فيه. متأكد؟ متأكد. طيك العافية. يلا باي. باي. وش رأيك في التجربة يا سالم؟ التجربة كانت وايد حلوة، تعلمت أشياء جديدة وتعلمت إنه مو سهل إنك تربي أي حيوان. يعني متأكد ما تبغى قرد؟ هي متأكد ما أبغى القرد. ليش يعني؟ لأنه وايد وايد يعني مسؤولية، وصراحة أنا شوي أخاف، يعني تعلمت إني أخاف منهم.
تعلمت انك تخاف ولا اكتشفت انك تخاف؟ اكتشفت اني اخاف منهم. طيب وش نصيحتك للناس اللي تبي تربي حيوانات وما يهتمون فيها؟ نصيحتي للناس ان لا تاخذون حيوان اذا ما تعرفوا شو المسؤوليه، وتعلموا اول وبعدين خذ. وش رايك في شغله المرشد، سهله ولا صعبه؟ بين الاثنين صراحه، يعني ما اعرف، في اشياء سهله وفي اشياء صعبه. وش الصعب فيها؟ الشيء الصعب انه لازم دوم ادخل عند حيوانات واتاكد انهم يعني صحيين وهكذا، والسهل انه يعني بس لازم اتحوط اودي ناس وشي. وش حاب تقول بعد هالتجربه اليوم؟ حاب اقول ان جربوا اشياء جديده دوم، وفكروا قبل ان تاخذون اي حيوان. شكرا على التجربه اليوم معانا يا سالم. يلا مع السلامه. مع السلامه. وخلصت تجربتنا اليوم في الحديقه، والصراحه ما تبغى تعرف شو اللي صار، وايد صعب انه يجيب القرد، وايد يبقى لها مسؤوليه. هذا كفايه.